على فنان محمد رمضان. من ضمن الحاجات اللي ما بين انا ومحمد بشكل جميل قوي، انا مع محمد في اول بطوله ليه في اي حاجه مبدئيا، حتى لو بعد كده خدنا مع بعض شويه فتره ما يعني ما نشتغلش، نظرا برضو لظروف الورق ورؤيه المخرج، لان هو كنجم كبير، هو برضو في الاول وفي الاخر في مخرج، في ليدر وفي ورق بيحكمنا، فالمتعاون هو اللي يتفهم الحكايه دي، ما يبقاش انا صاحبك فانا لازم ابقى معاك في كل حاجه، لا انا ممكن ابقى صاحبك. استاذ محمود الجندي رحمه الله عليه وفناننا الجميل عادل امام اصدقاء جدا ولم يتقابلوا غير في ثلاث اعمال او اربع اعمال. استاذ صلاح السعداني انتيم الاستاذ عادل امام، مش شرط الصداقه ما بين الفنانين يكونوا بيشتغلوا مع بعض. بالظبط، لازم تفصلي ما بين ده وما بين ده. الحمد لله ان انا علاقتي بمحمد كمان علاقه عائليه، يعني الاستاذه امان بالمناسبه مبروك اختي الغاليه امان رمضان على زواجها الجميل، وهي تستاهل كل خير لانها من بيت طيب ومن بيت محترم، بيت يعرف ربنا جدا، ومحمد شرحه ومحمود شرحه انا بعتبرهم بالنسبه لي اخواتي، مش مجرد ان احنا زملاء او مجموعه نجوم متواجدين في جيل واحد او كده. خلينا نقول ان الفيلم الاخير اللعبه، اللعبه الاخيره ليه تصنف ان هو للكبار فقط؟ كانت القصة حساسة قوي. بالمناسبة انت خدت فيه احسن ممثل. انا خدت فيه الحمد لله احسن ممثل اول في المركز الكاثوليكي، كان شهر 2 اللي فات، وده كان من التكريمات اللطيفة جدا اللي حصلت لي في حياتي يعني. طبعا هو بطولتي انا ومنة جلال وانتاج حسني محمود شركة مومنت واخراج حسن الصواف تاليف استاذنا محمد الصواف. اوكي. الفيلم ده على المستوى الشخصي كمراد فكري وعلى المستوى الفني ليه علاقه قويه جدا بيا. بمعنى؟ بمعنى مش عشان الكلام مش واضح. بتنخوري في التحاسيس بتاعتي وش انا واقفي على كده. بص يا ستي، الفيلم كان نقله برضه ليا بانه بيطلعني من مجموعه الادوار اللي انا عملتها لحلمي المهندس مريض شيزوفرينيا، انفصام في الشخصيه، مرض نفسي مهم جدا متناقش كتير في الدراما، وبيتهيأ له بان ليه عشيقه، العشيقه هي زوجته دكتوره الامراض النفسيه اللي اوريدي ماسكه الحاله دي وبتعمل عليها ماجستير. بعد 7 سنين بيكتشف ان زوجته حامل، فبيبدا يحصل شك ما بينه وما بين العشيق اللي هو ونفسه، الصراع النفسي والداخلي ما بين ايه الانسان ونفسه. فدي نوعيه ادوار صعبه جدا، وعشان حساسة جدا وعشان حسن الصواف يراهن عليا انا كممثل بعد الادوار الشعبي والشعب اللي انت عملتها، ان انت تعمل حاجه ككريتيف وان هي حاجه غير شخصيتك اللي الناس كلها عارفاها. مظبوط. فده كان صراع برضو، وكان فحطيت حلمي ده تارجت قدامي لدرجه ان عملت له عرض خاص وعملت له قفشات على حسابي وعلقتها في الشارع بنفسي كما لو انه فيلم كبير، وهو فيلم مدته 25 دقيقه. ده يعني ان الفيلم ده كان حلم من احلامك؟ لا هو مش حلم من احلامي ولا حاجه، هو الموضوع كله وان انت تفكر لا انا 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 هساعد فيه ماديا ومعنويا وكل حاجه، فاكيد شايف ان الفيلم ده هيوصل لحاجه او ده في حاجه من حلمك. عجبتني الخطوه ولقيتها ان تايم قوي، مهمه قوي ان يحصل ده بعد